الإيرثكويك إنجينيرينج، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. الإيرثكويك is a sudden rapid shaking of the ground caused by the sudden release of energy in the earth's crust. This energy is released when tectonic plates move or when magma moves beneath the earth's surface. بداية رح نحكي عن ال important terms in earthquake engineering. This is the focus of the earthquake where the earthquake starts and then it travels up to the epicenter. وعندي هاي المسافة اللي اسمها ال epicenter distance، ما بين يا إما هون بيكون المكان اللي أنا بدي أقيس تأثير الزلزال عنده، أو بتكون هي عبارة عن المرصد الزلزالي. أوكي تمام. هلأ في عندي أنا types of waves. أول ويف في عندي اللي هي الاس ويف، اللي إحنا بنشوف فيها مناطق dilation وفيها مناطق compression. This is the S wave. طبعا ليش اسمها S wave؟ بسبب شكلها. And this is the love wave and this is the Rayleigh wave. Rayleigh wave is the most dangerous type of wave. It rolls the earth. هاي الخريطة السيزميك ماب اوف جوردن، على اساسها انا بعمل الديزاين تبعي تبع البيلدينجز. واذا احنا بنشوف هون في عندي زونز اللي هم مثلا 2B 3 2A، لما اكون انا امشي بالطريقة هاي بصير الزلزال عندي تأثيره يخف بسبب وجود حفرة الانهدام تبعت البحر الميت بالمنطقة هاي. اوكي هون بنقدر نشوف انه بالماينر شيكينج of the building كيف انه بيكون في بس عندي minor cracks، وكل ما يزيد في عندي بصير في اهتزاز المبنى والcracks بيزيدوا. في عندي two design techniques انا عادة بستخدمهم لما بدي اعمل design للbuilding. اول اشي انه اتأكد انه ما في عندي structural damage، وبهاي الحالة اذا بدي اعمل هذا الاشي راح يكلفني cost كتير. اوكي مع انه بيكون safe اكتر بس الكوست تبعته بتكون عالية. بينما الطريقة الثانية انه اتاكد بس انه عندي سيفتي والستركتشرال دامج يعني ديسكاردد. هون في عندي التكنيكس اللي انا بستخدمهم عشان تو ميتيجيت الايرث كويك انجينيرينج افكتس. بداية اللي هي عندي انا البيس ايسوليشن ميثود. بيس ايسوليشن مينيمايزز ذا ايرث كويك مينيمايزز ذا ايرث كويك دامج باي انتروديوسينج سبيشالايزد ايسوليترز. هدول هم الايسوليترز اوكي between building superstructure and the foundation allowing this is the superstructure and this is the foundation. فأنا بعمل بحطهم هون عشان يعملوا reduce للشيكينج تبع الجراوند. وهاي طريقة تانية اللي هي inclined pile foundation which involves driving piles into the ground at an angle rather than vertically. It is used in slope stabilization برضو to mitigate the earthquake risk.